صباح الخير يا كيجي، مدرسة دار المعارف معاكم. النهاردة هنشرح مع بعض مادة اسمها مادة اكتشف الترم الأول. مادة اكتشف هنا أول درس معانا بيقول عايز يعرف يعني ايه كلمة متشابه، المتشابه والمختلف. يعني ايه ميس كلمة المتشابه وكلمة مختلف؟ متشابه يا ولاد يعني زي ما احنا باصين في الصورة اللي قدامنا هنا، هقولك ان الصورة دي متشابهة، يعني ايه؟ فيها حاجات شبه بعضها. انا عندي هنا الطائر ده اسمه طائر البطريق. طائر البطريق هنا متشابه مع بعضه في حاجات كتيرة. يعني ايه؟ يعني عنده هنا منقار بتاعه اهو، كلهم عندهم زيه بالظبط، نفس اللون بنفس الشكل. عندي هنا كلهم واقفين زي بعض بالظبط، كلهم واقفين على رجلين اتنين اهو. عندي هنا اتنين، عندي رجلين اتنين، وكمان عندي اجناء الجناحات بتاعته يا ولاد زي بعض برضو بالظبط. يبقى هنا كل ده اسمه متشابه. متشابه في اللون، متشابه في الحجم، متشابه في الشكل المنقار بتاعه. يبقى هنا كلمة متشابه. عندنا برضو معلومة تانية نقول ان طائر البطريق هو طائر بس لا يطير. يعني ايه يا ميس؟ يعني هو عنده ربنا خلق له الجناحات بتاعته بس ما بيقدرش يطير بيها. طيب دي كلمة كده متشابه، يعني زي بعض. طيب يعني ايه بقى يا ميس كلمة مختلف؟ الله، انا معايا صورة حلوة قوي. صورة المجموعة دي كلها اسمها الفاكهة. طيب لو قال لي الفاكهة يا ولاد زي بعضيها، هقول لي لا مش زي بعضها خالص، في اشكالها مختلفة وفي الوانها برضو مختلفة، وكمان يا ميس حاجة تاني الطعم كمان بتاعها مختلف. يعني انا لو بصيت هنا يا ولاد على شكل البرتقالة هلاقيها شكلها مدور. طب لونها ايه؟ لونها برتقالي، لونها اورنج. طيب انا لو بصيت هنا على الموزة لونها زي البرتقالة؟ لا، هنا دي لونها برتقاني وهنا دي لونها اصفر. يبقى احنا هنا يا ولاد اتفقنا ان كلهم اسمهم فاكهة بس مختلفين في الشكل وفي الطعم وفي اللون. طيب عندي حاجة تانية، عندي الصورة الجميلة دي، كل دول اسمهم فاكهة، اسمهم خضار، اسفة يا ولاد اسمهم خضار، بس برضو يا ميس مختلفين في الشكل ومختلفين في اللون ومختلفين في الطعم. عندي هنا القوطة بتاعتي اهي لونها احمر جميل وعلى شكل دائرة. عندي هنا الباذنجان بتاعي، او ممكن نقول عليه البتنجان بتاعنا هنا، ده لونه موف. هنا ده زي اللون هنا الاحمر زي الموف؟ لا. يبقى هما هنا مختلفين ولا لا يا كيجي؟ مختلفين يا ميس. يبقى انا كده عرفت كلمة متشابه وعرفت كلمة مختلف. طيب لو احنا قلنا كلمة متشابه نرجع لها تاني، كتب لنا هنا في الكتاب يا ولاد لون الشكلين بنفس اللون. الشكلين بنفس اللون، هو جيب لي اشكال ايه؟ جايب لي هنا مربع، ده شكل من الاشكال الهندسية. طب هعرف منين يا ميس ان ده المربع؟ لما ببص بلاقي عنده اربع اضلاع كلهم قد بعض بالظبط في الطول، يبقى ده اسمه مربع. طيب الشكل التاني ايه بقى؟ برضو مربع عشان هو قال لي فيه تشابه. طيب هو عايز مني اعمل ايه؟ الونهم بنفس اللون. طب انا هنا يا كيجي لو لونت ده بالاحمر يبقى الون التاني لون ايه؟ استني كده يا ميس، ده بيقول لي متشابه، يبقى نفس اللون هنا يبقى نفس اللون احمر. طيب انا لو انا جيت بقى انا كده عرفت الايه المتشابه ازاي. طيب انا هاجي اشوف المرة دي عايز كلمة مختلف. طب انت عايز مختلف في ايه؟ قال لي هنلون الشكلين بلونين مختلفين. حاضر. انا ببص على الشكل بتاعي لقيت الشكل بتاعي هنا دائرة، دائرة. طيب الشكل التاني ايه؟ برضو دائرة. لا يا ميس ده هنا غلط، هنا الشكلين اهم متشابهين. ايوة يا حبيبي هما الشكلين متشابهين، بس هو عايز ايه؟ بلونين مختلفين. يعني انا الشكل متشابه بس الالوان عندي هتبقى مختلفة. اول لون عندي اللون الازرق، يبقى انا الدائرة التانية هعملها باللون الازرق ولا لون مختلف؟ لا يا ميس عايز مختلف، يبقى اللون الدايرة التاني معايا لونه
أصفر. يبقى أنا كده عندي شكلين متشابهين، دي دائرة ودائرة، بس الألوان عندي بتاعتي مختلفة، عندي أزرق وأصفر. طيب بعد كده يا ولاد جاي يقول لي ان انا عندي اشكال كتير، عايز اعرف ايه هي فيها المتشابهة وليه، وفين المختلفة وليه. طيب جايب لي هنا اشكال، ده شكل ايه؟ ده شكل مستطيل. لا غلط يا ميس، ده مربع. لا ده مستطيل. ليه يا ولاد؟ المربع عنده اربع اضلاع، ايوه بس كلهم قد بعض. احنا لو بصينا مع بعض هنا هنلاقي ده اهو، ايوه ضلع بس صغير، قدامه التاني ضلع صغير، يبقى متشابه يا ميس. هما الاتنين دول متشابهين، بس عندي هنا واحد كبير وعندي التاني هنا كبير وطويل، يبقى ده اسمه مستطيل. لما الاقيهم عنده اتنين صغيرين واتنين طوال يبقى ده اسمه مستطيل. طيب تعالوا يا كيجي كده نشوف ايه الشكل اللي جاي معايا زيه. ايه ده ايه ده؟ لا ده شكل مختلف تاني خالص يا ميس، مختلف. صح يا كيجي، بس هو هنا ده اسمه مثلث، مختلف عن المستطيل في الشكل، بس متشابه معاه في ايه؟ في نفس اللون. صح. طيب تعالوا نشوف الشكل اللي طالع، طلع لي شكل المربع. صح يا ميس، انت قلتي ان الاربع اضلاع بتوعه متساويين، يعني زي بعض بالظبط، يبقى هو ده المربع. صح يا ميس. طيب بس ايه، هما متشابهين في ايه يا ولاد؟ متشابهين في الشكل. طب ومتشابهين في ايه تاني؟ برضو في اللون. يبقى هنا اتفقوا مع بعض ان هما يبقوا متشابهين في الشكل وفي اللون. طيب عندي هنا الدائرة، الدائرة بتاعتي لونها احمر، وعندي التانية برضو لونها احمر، يبقى هما هنا متشابهين. يا ميس متشابهين في الشكل ومتشابهين في اللون، بس عندنا هنا دائرة لونها اصفر مختلفة معانا في اللون، بس متشابهة في الشكل. نشوف هنا الشكل اللي طلع تاني، شكل المستطيل. ايوة زي الاولاني بالظبط. لا يا ميس مش زيه، هو شكله بس مش نفس اللون. انا عندي هنا المستطيل لونه اصفر، وزيه هنا لونه احمر، وزيه هنا لونه ازرق، يبقى هو مختلف معايا في الالوان بس متشابه معايا في الشكل. عرفنا يا كيجي يعني ايه متشابه ويعني ايه مختلف؟ عرفنا. طيب انا بيني في صورتي الشخصية، بيني وبين الاشكال الهندسية دي تشابه. ازاي؟ انا دلوقتي لو جيت عايزة ارسم وش الانسان، يعني لو انا عايزة ارسم وشي هعمل ايه؟ هبص هلاقي ان وش الانسان يا كيجي على شكل دائرة. ايه شكل دائرة؟ انا وش الانسان عندي اهو شكل دائرة كبيرة قوي. طيب لو جيت بصيت بقى عايزة ابص على عينيه، العينين على شكل برضو دائرة بس صغيرة. طيب ايه تاني في وش الانسان؟ عندي النوز بتاعته او المناخير بتاعته فيها طول شوية، طويلة شوية، دي بيبقى على شكل مستطيل. طيب وبقي بقى يا ميس هيبقى على شكل ايه؟ شكل مربع صغير. هو انا بقي صغنن صح يا وكيجي؟ يبقى انا كده في تشابه بيني وبين الاشكال الهندسية. صح. طيب عندي حاجات تانية كتيرة قوي يا ولاد بستخدمها في حياتي. عندي ايه؟ عندي كلمة اسمها لدي. يعني ايه كلمة لدي؟ يعني عندي حاجة بتاعتي انا. عندي كلمة تانية يعجبني، يعني حاجة بحبها وبتعجبني لما ببص عليها. طيب عندي كلمة تانية اسمها يمكنني، يعني اقدر ان انا اعملها. ايه الحاجة اللي انا ممكن اقدر اعملها؟ انا هشوف معايا هنا كلمة لدي. اول كلمة عندي يا ولاد، يعني ايه بقى لدي؟ يعني انا لو احنا قاعدين دلوقتي وبنذاكر وببص لقيت كلمة لدي، هبص وانا بذاكر كده يا ولاد، هبص الاقي معايا القلم، الاقلام بتاعتي اللي بكتب بيها وبلون بيها، عندي كمان الكتاب، وانا اقدر اكتب في حاجة غير الكتاب بتاعي. طيب لدي ايه تاني؟ عندي الوان. الله حلوة قوي الالوان، حلوة يعني بتعجبني. صح. يبقى انا كلمة الالوان، انا لو انا قاعدة معايا قلم وكتاب والوان هقول يعجبني الالوان، يبقى بتعجبني الالوان. واحدة صاحبتي تانية تقولي لا انا بيعجبني الكتاب بتاعي، وواحد صاحبي تاني يقولي لا انا بيعجبني القلم بتاعي.
يبقى انا دلوقتي كل واحد عنده الحاجة بتاعته، لدي الكتاب والقلم والالوان، بتعجبني الالوان. طب اقدر اعمل ايه بقى يا ولاد بالالوان؟ يمكنني. كلمة يمكنني، اقدر ان انا اعمل بايه بالالوان؟ يا ميس اقدر ان انا ارسم. وايه تاني؟ اقدر بالالوان ان انا الون. ما هي دي يمكنني، يعني اقدر اعمل بيها ايه؟ الحاجة اللي معايا اللي انا بحبها، لو انا بحب الكتاب اقدر اعمل فيه ايه؟ اقرا فيه الدرس بتاعي اللي بحبه. لو معايا القلم اقدر اعمل ايه؟ اقدر اكتب بيه اي حاجة تانية انا بحبها. يبقى دي يمكنني. طيب لعبتي المفضلة بقى اللي انا بحبها اللي انا عايزة ارسمها، انا هرسم القطة الجميلة دي. هقدر ان انا اعملها ايه؟ انا كان معايا الكتاب والالوان والاقلام، شايفين معايا هنا يا كاجي اهو القلم بتاعي، اقدر استغنى عن القلم بتاعي عشان ارسم القطة الجميلة، وبعد كده عندي الالوان اهي عشان اقدر الون اللعبة بتاعتي دي. طيب حد تاني يقدر يقولي لا يا ميس انا مش بحب القطة دي، انا بحب الارنوب الجميل بتاعي. اقول له برضو هنستخدم هنا معانا الالوان، وهستخدم المرة دي بقى في التلوين الفرشة معايا عشان اقدر اخد منها الالوان واحط في الارنوب بتاعي. صاحبتي التانية تقولي لا يا ميس انا مش عايزة دي، انا عندي صورة السلحفة بتاعتي جميلة قوي قوي وبحب برضو الونها، انا هستخدم بقى القلم والفرشة والالوان. طيب حلو جدا، ايه بقى الالوان اللي احنا هنستخدمها؟ تعالوا مع بعض يا كيجي نستكشف الالوان. يعني ايه؟ ايه ميز ده؟ استكشف الالوان يا كيجي يعني اعرف ايه هي الالوان. عندي هنا الدائرة كبيرة اهي، قسمتها لستة اجزاء، كل جزء من دول يا ولاد هيبقى معايا فيه لون، بس انا عندي الاول كده استكشف الالوان اعرف بس ان انا عندي الوان اساسية والوان تانية بعملها عن طريق الدمج، يعني بحط الالوان على بعضها. طب نعرف الالوان الاساسية الاول، عندي اللون الاحمر جميل قوي قوي، ده لون الفراولة الجميل اللي بحبها، وعندي اللون الاصفر لون الموزة الحلوة، وعندي اللون الازرق لون البحر والسماء اللي بنحبه. طيب تيجوا نلعب بقى بالالوان دي، كده اسمها الالوان الاساسية. طب انا لو لعبت بالالوان وحطيت اللون الاحمر على اللون الاصفر، يا ترى ممكن يطلع لي لون ايه؟ الله اللون البرتقاني جميل، لون البرتقانة الحلوة اللي انا بحبها. طيب تعالوا نلعب، ناخد الاصفر نحطه مع الازرق، هيطلع لي لون ايه؟ الله لون الشجر الحلو الجميل اللي بيجيب لنا كل الفاكهة والخضار. طيب تعالوا نلعب مع اللون الاحمر والازرق، هيطلع لي لون اللون الموف، لون جميل جدا وبحبه قوي قوي. طيب يبقى احنا عرفنا ان عندنا الوان اساسية والوان تانية فرعية، اقدر ان انا لما العب بالالوان اطلعها. طيب كده يبقى احنا عرفنا يا ولاد كل الالوان، وعرفنا ان احنا استكشفناها واستخدمنا معانا كتاب المدرسة، واقدر ان انا اقول لكم مع السلامة، وان شاء الله اشوفكم مرة تانية.